السلام عليكم ورحمة الله. راح نتعلم بهذا الفيديو طريقة إرسال الرسائل العادية سواء إلى أرقام معينة أو إلى جروبات. تمام، أول إشي قبل ما نبلش لازم إنه إحنا نربط حسابنا على الواتساب. أول إشي بدنا نعمله بدنا ندخل هون على الأكاونت. تمام، وهون نقدر إنه إحنا نضيف أكثر من أكاونت على هذا الواتساب، بس لازم إنه يكون في عنا واحد من هاي الحسابات اللي هو برايمري. تمام، اللي هو انه الحساب الاساسي اللي احنا راح نستخدمه. فانت مثلا اذا سجلت اكثر من حساب تقدر انك تضغط رايت كليك بالماوس وتحط سيت از برايمري، فهيك انت بتحدد انه انت اي واحد اللي بدك تستخدمه على التطبيق. فانا مثلا حددت هذا البروفايل واعطيته لود، راح يفتح لنا صفحة الواتساب. طبعا احنا من جهاز الموبايل راح نفتح تطبيق الواتساب وربط مع حساب الواتساب، راح نمسح الكيو ار كود. نلاحظ مع بعض يفتح معنا الواتساب ويب زي ما احنا بنفتحه على اي متصفح زي جوجل كروم او غيره. بعد ما ربط خلاص بنقدر انه احنا نطلع من هذا المتصفح وبنطلع من هاي النافذة، بنقدر انه احنا نبلش استخدام البرنامج بشكل طبيعي. زي ما حكينا بأول فيديو انه احنا بنقدر ننشئ اكثر من رسالة بنفس الوقت. فانا مثلا جهزت ثلاث رسائل، حطيت هون رسالة وارفقت معها ملف. عشان انه احنا نرفق ملف بكل بساطة بنضغط على add file وبنختار اي صورة او ملف احنا بدنا اياه، عشان انه احنا لما نرسل الرسالة يتم ارسال هذا الملف معه. مثلا نقدر نحن زي ما حكينا نضيف اختيار متعدد او اختيار واحد من عدة خيارات. وهون نختار اما مثلا ملتي سيلكت اللي هو عدة خيارات بيقدر انه يختار اكثر من اشي، او سنجل سيلكت اللي هو انه بيختار واحدة من عدة خيارات. وبس اعطيناه سيف بنلاحظ انه تم اضافتها هون بهذا الشكل. إذا بدنا نعدل عليها أو نحذفها بنضغط عليها، ومن هون إما بنعدل أو بنعطيه ديليت، بنلاحظ إنه حذفها. فإحنا مثلا هون جهزنا رسالة ثانية، والرسالة الثالثة أضفنا فيها الاختيارات. وهون بهي القائمة بنبلش نضيف الأرقام اللي إحنا بدنا نرسلهم هاي الرسائل. طبعا عشان نضيف الرقم نقدر إنه إحنا نعدل من هون أو نرفق ملف إكسل فيه عدة أرقام. طبعا هاي بالفيديوهات القادمة ان شاء الله راح نتعلم كيف نجيب مجموعات هائلة من الارقام اللي احنا نرسلها ونستهدف الكلاينتس اللي احنا ناويين نرسلهم عروضنا، سواء بخصوص المنتجات او الخدمات اللي احنا بنقدمها. طبعا هون بنبلش احنا برمز الدولة، مثلا عندنا بالاردن 962، بعدين تكتب رقم الهاتف اللي انت بدك تضيفه، بس رمز الدولة ما بتضيف له لا 00 أو بلس، بس أي مفتاح بالنسبة للدولة اللي بدك ترسلها. بعد ما احنا جهزنا الرسائل اللي احنا بدنا نرسلها، من هون في خيارات اللي هو توقف الرسائل أو الفراغ بين كل رسالة ورسالة، وبعد هيك بنعطيه start campaign. طبعا يفضل ان احنا نترك هاي الخيارات زي ما هي محطوطة بشكل ديفولت، لأن هي يعني تم التجربة عليها بأكثر من مرة، والحمد لله يعني ما واجهنا أي حالة حظر أو بان على حسابات الواتساب. نجرب مع بعض إرسال الرسائل. هي ستارت، نحدد البروفايل زي ما حكينا اللي احنا بدنا نستخدمه. بعدين هون نحدد انه هل بدنا نرسل جميع الرسائل لكل الأرقام، أو انه احنا بدنا نحدد رسائل معينة للأرقام اللي احنا ضايفينها هون. خلينا نتركه على الخيار الأول، وبعد هيك نعطيه ستارت. أول إشي راح يطلب منك إنه أنت ترجع تربط أو يتأكد من ربطك لبرنامج الواتساب. نضغط على Click Initiate، فهو بيتأكد إنه إحنا ربطنا بالفعل مع برنامج الواتساب. نرجع لهون نلاحظ إنه تحولت الحالة باللون الأخضر إلى Initialize. بعد هيك نعطيه Start. بس احنا ضغطنا ستارت بنلاحظ انه بدأ بإرسال الرسائل اللي احنا جهزناها.
طبعا بعد ما انتهى من ارسال الرسائل لكل رقم احنا ضفناه، بصير بيحدد لي الحالة اللي صار فيها هاي الرسائل. فمثلا هون هو اظهر لي اول رقم، وبعد هيك اعطاني الستيتوس انه هو ساكسس، يعني تمت العملية بنجاح بالنسبة لهذا الرقم. بنلاحظ انه هو كمل وانتقل للرقم الثاني، بلش يرسل له نفس الرسائل اللي احنا مجهزينها. برضو بعد ما انتهى من الرقم الثاني كمان اعطاني انه الحالة سكسز. اذا مثلا احنا حبينا انه نوقف هاي الحملة، بكل بساطة بنضغط على زر ستوب. عشان نرجع للقائمة الرئيسية بنضغط على اكس، نسكر هاي النافذة. طبعا هون بعد ما انتهت الحملة بيعطينا اشعار بنقدر انه احنا نعمل له داونلود او برنت بالاشياء اللي احنا ارسلناها، وشو الارقام اللي صار فيها سكسز انه تم الارسال، وشو الارقام اللي ما تم الارسال لها. بالنسبة للإرسال للجروبات، أنا جهزت نفس الرسائل اللي إحنا أرسلناها بالعملية السابقة، وهون بيظهر عنا أسماء الجروبات. طبعا راح نتعلم بالفيديوهات القادمة كيف نسحب أسماء الجروبات الموجودين عنا على الموبايل على تطبيق الواتساب. بعد ما إحنا هون حددنا الجروبس اللي إحنا بدنا نرسلهم هاي الرسائل، نفس الحكي بنقدر نحن نضيف الرسائل، نضيف الاختيارات، نضيف ملفات. وكمان يفضل ترك هاي البيانات زي ما هي معباية، وبنعطيه ستارت. هون نقدر نحن نسمي هاي الحملة بأي اسم احنا بدنا اياه. هون نختار انه احنا بدنا كل الرسائل نرسلها او رسائل معينة. احنا بنخليه على الخيار الديفولت انه احنا بدنا نرسل كل الرسائل اللي احنا كتبناها، وبعد هيك نعطيه ستارت. طبعا اول اشي كالعادة بده يتأكد انه احنا رابطين الواتساب على التطبيق، فبنضغط انشيت. بعد ما هو تأكد فبيعطينا باللون الاخضر انه هو انشيلايز. بعد هيك بنعطيه ستارت عشان نبدأ حملة الرسائل اللي احنا مجهزينها. وزي ما احنا شايفين برضو بعد ما انتهينا من ارسال هاي الرسائل، بيعطينا تقرير بالرسائل وبالجروبات اسمائها والحالة اللي صار فيها ارسال هاي الرسائل. بنقدر نحن نعمله داونلود، وبنقدر نحن نعمله برينت. بالفيديو القادم ان شاء الله راح نبلش نتعلم على الخصائص والخدمات اللي بيقدمها هذا التطبيق. وإذا عندكم أي استفسار تقدروا أنكم تتواصلوا معنا عبر الواتساب أو من خلال الموقع الإلكتروني www.elsarraj.com. عشان تلاقوا الموقع بتقدر أنك تدخل من هون على About وتلاقي رابط الموقع موجود هون elsarraj.com. ونشوفكم بالفيديو القادم على خير إن شاء الله.